الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. هذا الحديث الإمام البخاري أورده في كتاب تقصير الصلاة وبوب له بقوله: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها. عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، أسلم من أوائل من أسلم في مكة، قيل أنه أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو ثاني من هاجر إلى المدينة، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة بعد أبي سلمة رضي الله عنهم. يروي هذا الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل، وقلنا السبحة هي النافلة، صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. وهنا العلماء اختلفوا في قضية التنفل في السفر. سبق معنا بعض الأحاديث التي بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي كان يصليه من النافلة في السفر، وذكرنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه استعجب أو استغرب حينما رأى أناسا يصلون الراتبة بعد الظهر أو بعد الصلاة الرباعية. هنا اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال، فمنهم من منع النفل مطلقا، قالوا إذا كانت الفريضة قد قصرت فالنافلة من باب أولى أن تسقط. ليش؟ لأنه في السفر فيه التخفيف على المسافر. ومنهم من أجازها مطلقا، بعض العلماء قال لا خلاص يتنفل الإنسان ما شاء، هناك تخفيف، ولكن ورد أن النبي عليه السلام تنفل كما في هذا الحديث، قال صلى السبحة بالليل، يعني صلى نافلة من النوافل فيصليها مطلقا. ومنهم من فرق بين الراتبة وبين النافلة المطلقة. الراتبة كما قلنا هي ما تكون بعد الصلاة أو قبل الصلاة التي حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نقول نحن هناك بعض النوافل المطلقة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كقيام الليل وغيرها، ولكن هناك بعض الرواتب ما حافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني سننقل ما الذي حافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، شو الصلوات التي حافظ غير الفريضة عليها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. فقد ورد عن أبي قتادة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام في السفر صلاها، يعني تثبت تبقى صلاة سنة الفجر في الحضر وفي السفر قد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تسقط سنة الفجر. كذلك ورد في حديث البراء بن عازب قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. يعني هون من قال أنه يصلي مطلقا أو يصلي ما شاء أخذ بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل سفره صلى ركعتين قبل الظهر. فالعلماء قالوا هذه ليست راتبة الظهر، لأنها لو كانت راتبة الظهر لصلى بعد الظهر كذلك. قالوا طيب شو اللي صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حمله بعضهم على أنها سنة الزوال، فهي غير الراتبة، زالت الشمس أذن المؤذن فصلى النبي عليه الصلاة والسلام سنة، وهذه سنة يقال لها سنة الزوال، يعني زوال الشمس دخول وقت الظهر صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، ليست كراتبة الظهر. هذا ما حمله بعض العلماء. وكذلك نقل عن أم هاني
رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات في فتح مكة، فلذلك تثبت كذلك صلاة الضحى في السفر. فهنا نحن نستفيد من هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النوافل المطلقة كصلاة الليل كما في حديث عامر بن ربيعة، وأنه صلى سنة الفجر هذا في السفر كما في حديث أبي قتادة وغيره، وكذلك صلى الضحى كما في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها. فيبقى أن هناك بعض الرواتب لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام تخفيفا على الأمة، وبعضها صلاها كصلاة سنة الفجر، وهناك السنن النافلة العامة كصلاة الضحى وقيام الليل، فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وفي الحضر حتى يبين جواز ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.